واش بلاك مستيكي روحك على البلاوت الله يخليك لينا ابو كبان حتى اللي حماديتي وخداميتي وخيختي وخززتي خيمو الريكلام واللي تهرسها الكرارس رانا اللي جميع الاجهزه عندي تخترقات من جهاز التناسلي مرورا بالجهاز الهضمي الى الجهاز التنفسي وذهب بشع او ماي جاد درت الفلتر ديال الوريضات هو المسؤول على التعذيب ديالي واش داك العدو باقو هذه مصيبه كامله سكويلات ويا عمر هاد السلسله هي سلسله صغيره واي تشابه بين الشخصيات المرسومه وبعض الاشياء الحقيقيه فهو ليس من محض الصدفه بل هو بالعاني موت بالسم أسبوع في فرنسا كيزهرو ضبوعة في هاد السكويلة كيتهرشو ومبروك مبروك على الفريق الأولمبي الفوز على الأمريكان وإن شاء الله ما نوقفو حتى الفينال وفي قطر السبوعة داروها وفي باريس يعاودوها وموتو بالسم يا العديان هذا مراسلكم محمد تحفة يدخل عليكم من جديد اهلا وسهلا ومرحبا هاك بي هذا حنا فرحانين بانضمامك البويا عمر لا خويا لا نضموا عنتم انا راه دايز دايز قلت نجي نطلع على هاد المساخيت الوالدين نشوفهم كيف عايشين قول لي انا عندي سؤال واحد علاش انت بالضبط كيعيطوا لك ملاوط لانه حتى بلاد ما شدتني وحتى خدمه ما قبلات عليا خوك غير كيتلاوط ومالك ما مليش خليني عليك وامو راك ماشي صاحبتي ولا صاحبك جاي باش داخل عليك ومالك قلب اسعايا راني كنعاني انا ما سولتكش على اصلك كون كنعاني ولا من بانو كنعان ولا مزهواني من بانو زهوان انا سولتك مالك عطيها الطلبه هاد الايام راني حاصل واحد الحصله ديال الكلاب شنو الجديد انت ديما حاصل الحصله ديال الكلاب بغيت نقول راني عليا وفي حاجه الاعانات على الله خويا تحفه لا عندك شي صدقه الله يجعلها لك في ميزان الحسنات وانت زعما الكبرانات والدينيرو والفلوس يدورو ما تجيش على البال تقلبها سعايا ودير الصينيه وعاون الفريق هذا شي بلان العفريت راه كنعرفك مطور في التحراميات خرج من رونت كعمو ماشي شي سعايا شي صدقه الله شي ميكو شي سكاته بغيت نقول شي سناطه وانت نيت راه خصك سكاته الله تقلب عليها من دابا حيت راك غادي في الخسرانه حمادي ويقدر طون كابراني حيد لك الرضاعه ما حنا على فالك اخويا الله يستر علاش اخويا تحف علاش ايوا فرنسا راه الناس على الموقف ديالها تجاه الصحراء المغربيه والكابرانه تسحبوا السفير ديالهم ايوا العظم اللي كنتي كتجدد فيه ها هو تفرتت ها العفو الملكي تعطالبوا 20 والراضي والريسوني وزيد وزيد هادو كاملين كنتي كتبزنس في الدواسه ديالهم تشيت على ظهرهم لطون كابران ايوا اش بقى لك دابا وليدي هذاك العفو راه جا ردا على الضغط اللي درناه في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يعني ان التهم كانت ملفقه ومونيكا غسلات رجليها ونسات ما داز عليها راه عطاوهم العفو حيت المغرب غادي ينظم كاس العالم يا المكلخه استغفر الله استغفر الله خوتي المغاربه هاد العفو مقدمات انفراج حقوقي وسياسي وعلاش ما تقولش جايه من مورا واحد خيتي مصالحه او دي تهياتي لكاع اللي تخاصموا وكاع ما تصالحوا وما ساخيت نتوما كتصوروا لنا المغرب بحال خارج من شي حرب كبيره الله ينعل اللي ما يحشم تحمياتي يا موكابان هذا ماشي طون كابران هذه عائشه القلاع رئيسه الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا سمعوا دوك الكسالى خاصكم تعرفوا باللي العفو دائما كاين الحمد لله والمغرب بلاد الشرفه وبلاد الخير والرحمه وخاص دوك السجناء اللي شملهم العفو خاصهم يكونوا في مستوى نبل العفو الملكي ويعترفوا بالاخطاء ديالهم ويعتذروا للضحايا خاصه وان الامر يتعلق بجرائم حق عام وهي اعتداءات جنسيه ارتكبت في حق الضحايا ولا مجال للحديث عن اي متابعات او ملفات ملفقة وهو ما اعتبره هروبا للامام ومن الحقيقة الثابتة بوسائل اثبات قاطعة اقتنعت بها المحكمة لادانتهم ولنتجاوز كل هذه المزايدات ما دام المدانون قد شملهم عطف الملك فليكونوا في مستوى هذا العفو وينضبطوا الاحكام قضائية تصدر باسم جلالة الملك وهي عنوان الحقيقة ومن حق الضحايا التشبت بحقوقهم التي لا يمسها العفو طبقا لظاهر العفو تحد ما يدافع ضام خزانية ملاوطة كاين شي ملاوط قدك ديوا فيه انا اخوكم درويش وما عنديش عون في سبيل الله اش كدير مسواك
وراه كنعاونك بالدعاء. اعوذ بالله من غضب الله. اودي غضب الله هو اللي نازل علينا في هاد السكويله. اودي تحياتي لكاع اللي غضب عليهم الله. ما بقى لي انا الا نطلب العفو، وحتى حنا نطلبوا معاك الله يعفو عليك من هاد البلياد ديال التشيات الكبرانات والتبزنيس في الدواسات عباد الله. والعفو يا مولانا، واخا ميكو ويكون من الشوطيه. اشوف شوف مع زكي الكره مازال كيقلب على الميكرو وسط فلوس ملي يلقاه عدي به بين مارسلو ليه الكبرانات ميكرو على قياس فمك. انت راه عندك فمك واسع تريبل اكس ال. ناي تيفون كيسس ياك ما مونكابان بغا يحيد ليا الدار. الو تحاميتي مونكابان. هذاك الجيفان تاع المراوي واش راك قاعد تشوف المرار كطحنونا في كل شيء، في الكره، في الدبلوماسيه، في الامن، وانتم ساكتين. الفرنسيس داروها بينا في قضيه الصحراء، اش مازال كتسناو يا الجيفا باش تحركوا وتكتبوا وتهجموا على المروك والمراركة؟ لا لا مونكابان الله يكثر خيرك والدنيا غير داي وديتها مخلوعه ديام، وخايفين من السقف تاع السكويله يطيح حيت راه كيمشيو يجي. يا الجيفا ما تخافش، هذاك السقف نتاع السكويله راه غير يسبح. وقول طون كامران راحنا خايفين السقف يجي الخشع ويسجد علينا. استغفر الله استغفر الله. ما تخافوش يا ولاد الحرام، دابا نرسل لكم الدينيرو وعاودوا السقف. وانت الجيفة علاش راك تطلب في الانترنت؟ ياك اللي تطلبها توصلك. لا لا مكبان، هذاك غير بلان باش نبيل الماكا والماروك بقضية عندي محزوقة. حقاش هذاك معتوه نتاع طبا فشني في واحد الاوديو وقال لهم باللي نسق انا وياه. يا اولو ائلون ما شافوهم ملي كيسرقوا وشافوهم ملي كيفرقوا. اللي باغي يشطح وراه ما كيخبيش لحيتو. اودي تحياتي لجميع الشطحة المحزمين والمرزمين. ويلي شهيتيني فشي شطيحة ونكون محزمة يا اختي. وليت انت زكيكو كتعرف غير الشطيح والرديح. اش داك الشيء الدب في خنشة؟ خنشة عامادولا عبارة على مساعدات. انا قلت اتصلوا لي العقة في باي بال ديالي. ياك رسلنا لك 200 دولار ورديتيهم، ها حنا سيدي صرفناها لك كوكو. وصلتنا الهضرة باللي كتموت على شي حاجة سميتها كوكو. وهاك نقب وخلي اللي نقب. ويلي يعطيه الدل راه ما كيعرفش ينقب. الفم ماضي والشي الاخر قاضي. اوه كوكو ديالي حتى الشفار كوكو ديالي. شمن يوتيوبر هذا؟ انت مريض ولا شمن قوم بنادم؟ بنادم داير اللايف الويل خارج في نصاص الليل بغاني انا نسمع السكويله. مستحيل صحابك انا كافي شيطع عليا لافي قرايا ما تصوفي السكويله. مستحيل ويا زكيكو ويا المنحوس ويا المتعوس هدي حياتي هذا مكتم مول الريكلام. ويا الممسوخ ويا الصنطح هدي حياتي هذا مكتم. سكويلة ديالي توسي جفان دو طوا ويا ديالي اوي جفان دو طوا. انا وياك والكذوب وبرشا حكايات في اليوتيوب كايس عليا يا الطيط رخوك جيبو متقوب. وبروفيتور طيني الميكرو اندوز ويا بو يا عمر انا باغي ندير البوز. ومول السواك واش هداك كلاك ويا المسخوط هدي حياتي هدا مكتاب. والهدراوي والهواوي وراك داوي خاوي هدي حياتي هدا مكتاب. في الحلقة اللي دازت سولتكم على الجا والجا، والجواب كان صحيح لأن كل شي عرفو باللي هو جعران دو الجحموم. الحلقة ديال اليوم حاجيتكم ما جيتكم على العا ولد العا. الله يخليها سلعة. وهاد الايام ولا كيسعى بغى غير شي ميكرو ولا شي كاميرا ولا شي حد يدير له دفعه. العا ولد العا يبيعك بحال السلعه وعلى الدينيرو يضربها الكابرانات بركعه.